عارفين ان اللي جاي غالبا مش هيكون على قد اللي فات، وبالذات لما يكون اللي فات ده احنا اهدرنا كتير منه في انشغال وفي غفله عن حاجه سهله وبسيطه وفي منتهى الجمال والروعه وتعتبر عباده في حد ذاتها. في ناس وهي سايقه عربياتها وهي راكبه في اي وسيله مواصلات، اي لحظه سكوت، اي لحظه صمت، اي لحظه شرود بتستغلها في الذكر ايا كان شكله، حمد، استغفار، تكبير، تهليل، ايا كان. المهم ان هما بيستغلوا اي لحظه في ان هما يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، لان هما فاهمين كويس قوي وعارفين ومجربين ان فعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب. فده اللي عايزين نتكلم عنه في الجزء الاول من حلقتنا النهارده، الذكر وفضل الذكر واثر الذكر وانعكاساته علينا دنيا واخره. ده الملف اللي هنفتحه مع فضيله الشيخ مصطفى العكريشي اللي دايما بنسعد بوجوده معانا في برنامج طاقه نور. يا مساء الخيرات. يا مساء الانوار، وكل لحظه حضرتك طيب وكل دقيقه قلب وانت في القلب. يا رب يخليك ويعزك يا حبيبي، ربنا يبارك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، بفضل ونعمه والله ما دمت احمد الله. في مننا ناس يا دكتور مصطفى اي لحظه يبقوا مثلا مش بيعملوا فيها حاجه فهم بيذكروا، راكبين وسيله مواصلات مشوار معين مثلا هياخد منهم نص ساعه ساعه، في بقى اللي بيحط سماعات في ودنه ويقعد يهتز طربا مع نغمات الموسيقى، وفي اللي بيستغل النص ساعه ساعه الا ربع دي في انه يذكر. فعايزين نتكلم عن فضل الذكر وعن اثره، وبالمناسبه هل هو كفاره مباشره للذنوب ولا مش شرط؟ الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه، لا مخفي لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. موسى وعيسى والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد عليه الصلاة والسلام. لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد عليه الصلاة والسلام. أو لو رأى النمرود نور بهائه عبد الجليل مع الخليل وما عند، لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بإذن من الواحد الفرد الصمد. أما بعد، الذكر يغلب الفكر. أيوة. واغلب الفكر بالذكر. حلو. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله عز وجل عن فئة من الناس، يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. يا سلام. الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. ويقول في رواية أخرى: مثل البيت الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ويقول الله عز وجل عن عباده الصالحين: وأنا معه إذا ذكرني. يا سلام. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. عشان كده فاذكروني أذكرك يا حبيبي، الله يرضى عنك. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. خير. يا سلام يا سلام، الله أكبر. كل ده من إيه؟ من ذكر. هنفرق بس بين حاجتين. فضل. هو اسمه تذكر ولا اسمه ذكر؟ ذكر. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ تذكر معناه ان في شيء منسي. حبيبي يا حبيبي، يبقى اذا المؤمنين عمرهم ينسوا ربنا؟ طبعا. ابدا ابدا سبحانه وتعالى. مر احد الصالحين على رجل وكان مقطوع اليدين والرجلين وكان كفيف البصر، وهو يقول بجانب الحائط: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فواقف واقف قدامه كده بيقول: ايه يا عم؟ فضلني ازاي؟ فضلك بايه؟ يا راجل ده انت ايدين مقطوعين ورجلين كمان مقطوعين وكفيف البصر، فضلك بايه بقى؟ قال له: رزقني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. ايه قوة الإيمان؟ أمال إيه؟ أمال إيه؟ دول موصولين بربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الدنيا فل، الدنيا حلوة، طالما بذكره خلاص أنا في نعيم، أنا في معية ربنا سبحانه وتعالى. بقول لك: وأنا معه إذا ذكرني. أيوة. هو الذكر الجمال بقى، الجمال كله والعظمة كلها. شوف كمان يا أستاذ كريم، سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، واحد بيسأله قال له: يا إمام. قال له: نعم.
قال له ما أعظم جنود الله. قل لي بص بقى أعظم جنود الله مين؟ الحديد. قال له ظننت الحديد أعظم جنود الله، جنود الله، ولكني رأيت النار تذيب الحديد طبعا، فقلت النار أعظم جنود الله. ثم من بعدها رأيت الماء طبعا يطفئ النار طبعا، فقلت الماء أعظم جنود الله. ثم من بعدها وجدت السحاب هو الذي يحمل الماء، فقلت السحاب هو أعظم جند الله. ثم من بعدها وجدت الريح والهواء يحركان السحاب طبعا، فقلت الهواء والرياح أعظم جنود الله. ثم وجدت الجبال تعترض الرياح والهواء، فقلت الجبال أعظم جنود الله. فوجدت الإنسان يقف على الجبال وينحتها، فقلت الإنسان أعظم جنود الله. فوجدت أن الإنسان يغلبه النوم، فقلت النوم أعظم جنود الله. ده فرهد في رحلة البحث عن إجابة على السؤال، تلاقيه فرهد الراجل. شوف الجمال بقى. فوجدت النوم أعظم جنود الله، فقلت هذا. فوجدت النوم يطيره الهم والغم، فقلت الهم والغم أعظم جنود الله. فوجدت الهم والغم في القلب، ولا يطمئن القلب إلا بذكر الله، فكان الذكر أعظم جنود الله. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة بالرحلة الطويلة للدرجة دي. شفت الذكر بقى للدرجة دي، عشان كده ربنا يا علفة. أمال إيه يا علفة؟ أمال إيه؟ ما هو ناس بقى بتعمل إيه؟ بتتأمل طبعًا وتتفكر طبعًا في حياتها في دنياها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا قلت أنا حضرتك قبل كده للسادة المشاهدين الكرام، قلنا لهم في حلقات سابقة أن موضع نظر الله سبحانه وتعالى في الإنسان فين؟ القلب. في القلب. أيوة. القلب ده هو المحرك الأساسي. طب والقلب يتملي بإيه؟ أنت مالي قلبك بإيه؟ أنا مالي قلبي بالذكر. يبقى كل فكرة هيبعد عنك، انسى، مش هتدبر. بس للدرجات دي يعني من ضمن تفاصيل سحر ومفعول الذكر يا سيدي، يعني القصه اللي حضرتك حكيتها لنا من شويه، الشخص اللي هو مقطوع اليدين والقدمين أيوة. وكفيف البصر وقاعد بيحمد وبيشكر، ايوه، يعني ممكن يبلسم الجرح للدرجات دي. ايوه والله. واقصد بالجرح الجرح أيوة. النفسي جرح. طبعا، واحساس الفقد والحاجات دي كلها. ما فيش الكلام ده ليه بقى؟ لان قال لك هو ربنا منعني دول في قمه العطاء، ده قمة العطاء من ربنا سبحانه وتعالى. شوف رب العالمين، يعني الشخص ده القناعة واليقين اللي هو عليهم دول جايين من قوة إيمان أيوة. ولا قوة الإيمان اتحققت باستدامة الذكر؟ الله يرضى على حضرتك. أوكي. لأنه ذاكر لله سبحانه وتعالى في كل أحواله. أيوة. في حتة برضو كده إحنا ناسيينها ودايما بناخدها في القرآن كده يا أستاذ كريم، يعني بالتفسير اللي هو القريب، لا، وسعوا المعاني بتاع القرآن الكريم ويقرأ في معنى تاني ورا الآية. سيدنا يونس ذو النون اللي هو كان في بطن الحوت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنه ايه بقى؟ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، لما ترك اهل نينوى أيوه. تمام، وذهب وما استاذنش، فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ظلمه الليل أيوه. وظلمه البحر طبعًا. وظلمه بطن الحوت طبعًا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو نبي، وهو نبي من أنبياء الله الصالحين طبعًا. شوف بقى الجميل بقى طبعًا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى طول ما هو جوه بطن الحوت كان بيعمل إيه؟ بيسبح. شبح. استنى بس، استنى، حلو كده؟ حلو. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، الفات تفيد السرعة، ونجيناه من الغم بإيه؟ بالذكر حبيبي، بالتسبيح، بالتسبيح اللي كان بيقوله من شويه طبعا. حلو كده. هي خصوصيه لسيدنا يونس؟ لا، قال وكذلك ننجي المؤمنين. وفي ايه تانية يقول لك ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. استنى استنى، احنا مع بعض اهو، ابتديت افرق اهو حبيبي. ايوه، في الكرسي. لولا انه كان من المسبحين، هو قال كان من المسبحين في بطن الحوت؟ لا، في المطلق. يا حبيبي يا حبيبي، عن اذنك بس هفتح بقى وانا هاخد بعض وامشي واستريم يكمل. العفو دكتور مصطفى. يبقى اذا هو طول حياته في ايه؟ في تسبيح طبعا. فاللي غفر له وخلاه يبقى عند ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من الهم والغم وبطن الحوت،
ان هو اصلا الماضي بتاعه الباست بتاعه أيوه. كان جميل طبعًا. كان جميل الدنيا بتاعته كانت حلوه طول عمره في تسبيح لله عز وجل طول عمره في ذكر ربنا سبحانه وتعالى دايما كده يا استاذ كريم اي أيوة والله بص فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون بس لما دخل الهم والغم ودخل الظلمه زود راح مزود التسبيح بقى زود الجرعه اكبر بس هو على طول في ذكر فانت خلي لك ورد يومي كده مع ربنا سبحانه وتعالى يا رب انا ليا ورد يوم معاك يا رب كل يوم كده ما تخليش الذكر ده يبقى فضله ابدا والله انت عارف يا استاذ كريم في والله احدى السيدات الصالحات الاقيها بتكلمني وماسكه السبحه وبتذكر طب انت مركزه والله مركزه والله مركزه في ناس كده كتير والله ومركزين أيوة. والدنيا زي الفل حلو جدا ليه بقى هي بتذكرني بالله سبحانه وتعالى بتذكرني بربنا طبعًا. كل شويه سبح اذكر شوف الجمال بقى وعظمه ربك سبحانه وتعالى شوف الحارس اللي جاي ده ونوسع كده البعض رب العالمين هو اللي بيقول رب العالمين هو اللي بيتكلم يبقى انتباه من حديد طبعا زي اقول كده طبعًا. اسمع طبعًا. باذن قلبك مش باذن جدي لا باذن قلبك يقول الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ده كلام ربك سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا من شغله ذكري ما أنت مشغول بذكره هو سبحانه وتعالى عن مسألتي تسألش ما تسألش أعطيته أفضل ما أعطي السائلين اللي بيسألني ورفع إيديه للسماء وعمال كل شوية يسألني ويسألني 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 التاني عامل إيه منفض دماغه مش انا معاه في ذكر طبعًا. مش انا معاه في وصل يبقى اللي انا عايزه وبتمناه والله لا يحصل ما انا في وصل معاه يعني مجرد الوصل بيضمن تنفيذ الاماني حبيبي. حتى لو الواحد لم يتلفظ بها او لم يطلبها بصوره دعوه يا حبيبي يعني. يا حبيبي اقسم بالله والله من كتر القعده معاك يا دكتور مصطفى ربنا نفك في صورتك على كبر بقول لك ايه حبيبي. احنا عندنا ملف جميل عايزين نفتحه مع فضيلتك دلوقتي كله خيرات وبعدين هو تحت المظله العامه اللي انت بتحبها جدا يا حبيبي اللي هو سقي الماء الله. بس تحديدا الشكل ده بالتحديد حفر الابار لاهالينا اللي عايشين في صحراء براني ابار تجميع مياه الامطار تابعوا معنا التقرير ده اتفضل احنا جينا هنا صحراء براني وعرفنا ان في ناس عندهم مشكله مع الميه فبدانا نلف على بعض البيوت عشان نعرف الحكايه خدنا اسماء بعض الناس عشان خاطر نعمل عنهم بحث لان مش العادي ان كل الناس اللي بيقولوا محتاجين ميه ومحتاجين ابار ميه بنعمل لهم ابار ميه فاخدنا اسماء الناس وبعد كده بعتنا الكشافين اللي هم بيعملوا ابحاث اجتماعيه من المؤسسه عندنا بالتعاون مع بعض الناس اللي موجودين هنا في صحراء براني لانه ما يعرفوا المنطقه اكتر مننا وبيجي الكشاف بتاعنا او الباحث الاجتماعي بتاعنا يعمل بحث اجتماعي عنه لما بتجيلنا الاسماء وبيكون احنا صورنا حاله الناس بنعرضها على بعض المتبرعين وبعض اهل الخير اللي حضراتكم منهم طبعا بيجيلنا ناس يقولوا خلاص احنا هنعمل الابار ديت محتاجين نساهم في بير او نعمل بير كانت النتيجة إن إحنا عند واحد من الناس المستفيدين بالأبار دي النهاردة جينا نسلم له البير بعد الرحلة الطويلة دي تعالوا نتعرف على حكايته أنت وصلت لمؤسسة نبض الحياة إزاي؟ أنا وصلت من يد الشيخ علي تمام الشيخ علي كلمك طبعا أيوه طبعا الشيخ علي كلمنا أيوه بالظبط وهو جاب البير دي أيوه طب إيه كانت مشكلتك أصلا مع مش مية عامل تملى طب تملى مريض شويه ممكن 3 كيلو اه 3 كيلو تملى المهم 3 كيلو بعد 3 كيلو تملى 10 متر اقل من 10 متر اخرى الحمد لله طب دلوقتي انت ما تعرفش الناس اللي عملوا البير نعم وهم كمان ما يعرفكش صح وده يعرفهم ربنا الله مين اللي يعرفهم انت انا ما اعرفهمش وانت ممكن ما تعرفهمش صح انا فعلا ما اعرفهمش انا كمان الله يعرفهم الدعوات صح تيجي يشرب البير ويدعي الله طب تدعي لهم تقول لهم ايه بقى لو كانوا موتى اه ربنا يرحمهم ولو كانوا عايشين
ربنا يرزقهم زي ما رزقوا الناس. امين يا رب. وربنا يفرج عنهم يا رب. امين يا رب. الميت ربنا يدخله الجنه. امين يا رب. امين. صدقه الاحسن صدقه بالماء. الواحد نفسه بترتاح جدا لما يشوف مجموعه بتتعاون على عمل الخير، مجموعه مع بعض كده عشان يقدموا خير لناس هم ما يعرفوهمش ولا يعرفوا عنهم حاجه خالص، لمجرد بس ان هم شافوا احتياجهم. عشان كده حبيت اجي جنب البير ده واوصل دعوتي بلسان او على لسان اهالينا هنا في صحراء براني للمجموعه الجميله دي اللي تعاونت على عمل الخير، وبقول لهم انتوا تعاونتوا النهارده عشان خاطر تعملوا البير ده، والحمد لله رب العالمين وربنا وفقكم ليه. بس لسه في ناس كتيره جدا من اهالينا هنا محتاجه، محتاجين برضو دعمكم، ومحتاجين ان انتوا تتعاونوا على عمل الخير تاني ونعمل بير واثنين وثلاثه. جزاكم الله خيرا، وفي انتظار المزيد من دعمكم. طيب زي ما حضراتكم تابعتوا معنا من خلال التقرير ده، نموذج ليعني اهالينا اللي عايشين في صحراء براني، فدول اهالينا وده حال اهالينا وده الوضع اللي هم عايشين فيه. بطبيعه الحال الناس دي محتاجه تقريبا كل اشكال المساعده والدعم، ولكن هم الطلب الوحيد اللي هم طالبينه ان يتحفر لهم بير يقدروا يشربوا منه هم وعيالهم. جميل جدا يا استاذ كريم ان تذكر الله عز وجل في عباده. طبعا تذكر ربنا سبحانه بقى عملية. ايوه الله ينور على حضرتك. أن تذكر الله سبحانه وتعالى في عباده. وإن زي ما أنت شفت كده في التقرير معنا سيدنا الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ ربنا يبارك فيه يا رب، أحد الدعاء لمؤسسة نبض الحياة. طبعًا. وهو بيدعو الله سبحانه وتعالى لصاحب هذه البئر الجميلة. شفت مكتوب على اليافطة إيه؟ مجموعة إيه؟ السجدة. ومجموعة إيه؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن. إيه العظمة دي؟ إيه يا جماعة الأسماء الحلوة دي؟ طب ما كل واحد فينا يا أستاذ كريم دلوقتي في الدنيا عمال يقول لك أنا من الأغنياء. أنا من أعظم الناس، أنا وأنا وأنا وأنا، حلو يا كبير، كل ده بقي ولا فاني؟ طبعاً فاني. كل ده هيفنى. طبعاً. يفنى الجميع ويبقى الحي الذي لا يموت. ونعم بالله. طب ليه يا حبيبي ما حطيتش نفسك زيهم كده من السجدة؟ ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له واسجد واقترب. طبعاً. واسجد واقترب. طبعاً. فالست يعني أم ياسين اللي هي من مجموعة السجدة. أي. اللي هي قالت بص أنا بسجد شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمه. وذكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه اللي هي عندي، بس النعم دي تفضل عندي ابدا. قالت لك لا، ما اشتهيش الميه الجميله دي ولا اشرب كوبايه الميه الرائعه دي وانا عارفه ان طبعا يا حبيبي يا سلام عليك. ومجموعه عباد الرحمن ليه ما خصتش نفسك منهم؟ مش عامل نفسك منهم ليه؟ انت حطيت نفسك فين في التصنيف؟ انهي تصنيف انت فيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القران يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. انت منهم؟ ها دخلت نفسك الوفد ولا لا؟ حجزت ولا لسه؟ ده احنا يا استاذ كريم لما نيجي نحجز تذكره في الطياره يقول لك ايه ها الاقتصادي ولا الفي اي بي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وانت بتحط نفسك في المكان الايه اللي يليق بيك. طب ليه ما حطيتش نفسك في الوفد اللي رايح لله سبحانه وتعالى، اللي داخل على ربنا سبحانه وتعالى، من المتقين ولا من المحسنين ولا من الصابرين ولا من الذاكرين ولا من الشاكرين، ولا انت من انهي فئه؟ ما تقول لي كده رد عليا، انت من انهي فئه فيهم؟ تصنيفك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مصنف فين؟ انت مصنف عند ربنا ايه؟ المؤمن مش واحد من كل اللي انت تفضلت بيهم، اكيد مش فاضل له غير ان هو من الغافلين. الله يرضى عليك. ده اللي فاضل له. يا رب يعني افتحوا ليست الغافلين هتلاقي الاسماء منوره. لا اله الا الله. اللهم لك الحمد كلما ذكرك الذاكرون، ولك الحمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. يا رب. يا رب والله كريم ربنا يرزقنا نعمه الذكر. نحن نذكر ربنا سبحانه وتعالى بس نذكره في عباده، ان الذكر ده ما يبقاش لساني بس حلو وجميل اللسان وزي الفل طبعا. بس ولكن اذكر وذكره من جديد لحلقتنا النهارده من طاقه نور. ودايما لما بكون بفكر حضراتكم بعناوين المقررات المختلفه لمؤسسه نبض الحياه في وجود الدكتور مصطفى العكريشي بصفه خاصه، بكون حريص ان انا دايما اقول لكم ان العنوان اللي في الدقي هو عنوان المقر الرئيس. ايوه شفت اتكيت عليها ازاي؟ العنوان لهذا العنوان للمقر الرئيس للمؤسسه، في حين ان الثلاث عناوين الثانيه وهي بالمناسبه في اسكندريه وفي طنطا وفي المنصوره، مظبوط كده؟ ايوه دول مكاتب مختلفه او فروع مختلفه
هذه المؤسسة للي من حضراتكم حابب ان هو يروح ويتواصل معهم بشكل شخصي. احنا كنا فتحنا في اللينك اللي فات مع دكتور مصطفى العكريشي ملف حفر آبار تجميع مياه الأمطار لأهالينا في صحراء براني، وعايزين نعرف اللي من حضراتكم ما يعرفش انه الناس دي لا تستسيغ ولا تريد سوى ماء الغيث زي ما هم بيسموه. أيوة يعني الله. لو عرضتوا عليهم كونتينرات مياه معدنية هم مش عايزين، هم عايزين بير يجمعوا فيه مية المطر. والتوقيت اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم في الحلقة دي في منتهى الأهمية. ليه؟ لأن في سيول هناك طبعا، والدنيا هناك بسم الله ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم الغيث من السماء طبعا بكثرة بوفرة طبعا. الله أكبر. فربنا سبحانه وتعالى يعني بعت النعمة. صحيح. طب احنا عايزين ايه بقى؟ نصونها بقى نلم حبيبي ونلم النعمة دي طبعا. يعني وده ما يش هيكون أبدا إلا بحفر آبار تجميعية لمياه الأمطار. أحفر بير تجميعية لمياه الأمطار وأساعد في حفره باللي اقدر عليه. ثمن البير التجميعي لمياه الامطار 25000 جنيه او باللي يقدر عليه، وممكن يعمل بير بالتقسيط. بالتقسيط تمام. لو عايز يبقى لوحده يستقدر مفيش مشكله لنفسه. او ممكن يبقى مع مجموعه جروب زي اللي احنا التقرير اللي احنا شفناه الاولاني، جروب مع بعض الساجدين او عباد الرحمن سبحانه وتعالى. يعني حط نفسك في وسط ناس، اعمل جروب على الواتس دلوقتي اهو حالا. يعني دلوقتي اهو انت ممكن ده يكتب لك عند ربنا سبحانه وتعالى، وممكن ما لسه ما دفعتش فيه ولا جنيه، انت عملته وروحك طلعت لله سبحانه وتعالى مفيش مشكله. بس انت ست ذكر حسن ان الجروب ده هوت هيفضل اللي فيه بيتصدقوا لوجه الله عز وجل طبعا. بيغيثوا اهالينا اللي محتاجين ماء الغيث بتاع ربنا سبحانه وتعالى في صحراء براني، ودول اللي هنشوف جانب منهم او نموذج منهم من خلال التقرير ده. اتفضل. النهاردة اليوم التالي على التوالي في استلام 59 بير مياه أمطار في سيدي براني بمرسى مطروح. البير ده في وسط الصحراء، ومش في وسط الصحراء، البير ده بيخدم مجموعة منازل وسط الصحراء، عدد 3 منازل بيخدمهم البير ده. البير ده بيوفر عليهم مشقة مسافة كبيرة يروحوا يجيبوا بها مية، وبرضو المية مش للاستخدام اليوم بتاعهم، المية عشان المغسل وشرب البهائم اللي عندهم أو لو عندهم مواشي. ده الطريق اللي بيوصل مية المطر للبير. بتعمل على كل فتحة للبير طريق يوصلها عشان يجمع المية، وفي الآخر يتخزنه في الخزان اللي تحت الأرض. الناس بتعيش هنا على المية دي فترة طويلة في الصيف. ده المجرى الثاني اللي بيساعد مع المجرى الاولاني في تجميع اكبر كميه من الامطار جوه البير. ده الصخر اللي طالع من الارض، صخور الارض هنا صخريه، يعني مهما نزلنا مش هنطلع ميه حلوه، فلازم يتحفر في الصخر ده، ومشقه الحفر كبيره قوي. كل ده خرج من تحت. ادي فتحه تجميع ميه المطر، وادي الفتحه الثانيه، كل طريق بيوصل على فتحه اخ خالص بيصبوا في المساحة اللي تحت الأرض. كل البيوت دي التلاتة دي فيها أسر، أسر دي عايشة على البير ده. النهاردة توفر لهم مسافة كبيرة بدل ما يروحوا 25 كيلو، النهاردة البير قريب منهم بيقدر يخدمهم. منسوب الأرض بيساعد في أن الطريق ينزل فيه المية وتتجمع في البير، عشان كده بنحط دايما البير في مكان أوطى من الأرض نفسها عشان يساعد على تجميع أكبر قدر ممكن من المية بدل ما تهدر يستفاد بيها الناس هنا. شكرا لمساعدتكم وسامعكم معنا. احنا موجودين معاكم 8 أيام في الأسبوع مش 7، احنا موجودين على طول تمام. 15-740 رقم مختصر بتاعنا، هتلاقونا موجودين. جميل. طيب احنا شفنا من خلال التقرير ده ان فيه وكأن كذا مجرى معمولة عشان المية، وخصوصا مع الانحدار بتاع
الحته اللي هم معمول أيوة. فيها البير بنشوف في الاخر بيصب الممرات دي او بتصب في الاخر في البير بس اللي احنا شفناه وكان في طين هو اللي بينزل تحت. عايزين بس نفسر للناس التفصيله دي، الميه ايه اللي بيحصل من اول ما بتنزل كلها وبتتجمع تحت؟ هو مش طين بقى لان الارض هناك رمليه او رمل ايوه يعني الارض هناك رمليه تمام. الميه لما بتنزل غيث ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل على الارض ديت والتعامل المجاري ديت هم بينظفوها كمان اللي هم اهل المكان كمان بينظفوها تمام. فبتنزل الميه جاري جوه البير فبتعمل عمليه ترسيب جوه البير. الرمله دي بتنزل خالص ايوه في قاع البير تحت البير خالص والبير بيتملي الحمد لله رب العالمين. بيبدا مساحه البير من 50 متر لحد 119 متر. جميل. شوف بقى المساحه الكبيره دي والمية كلها والميه بقى ايا كانت الساعه الميه اللي بتطلع بقى على بتطفو على روعه الروعه. الله. نقاء النقاء. الله. والله نقاء النقاء يعني فلتره رباني شفاء والله العظيم شفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى غيث ربنا سبحانه وتعالى. هو بيقول لك خلاص انا كده الحمد لله رب العالمين كده انتوا وفرتوا لي امن الحياه بتاعتي امنتوا لي الحياه بتاعتي. ازاي يا عم؟ قال لك البير دي ما انت كل يوم باخد بعضي واخرج من الصبح بدري اروح شغلي ارجع ادور على ميه هنا وهنا وهنا عشان اكفي البيت. البير اللي احنا شفناه البير التجميعي لمياه الامطار ديت مكفيه كام بيت زي ما قال المهندس امجد مرجان رئيس مجلس الامناء ثلاث احواش. دول مش ثلاث بيوت دول ثلاث احواش. كل حوش في اكثر الحوشه من الواحده فيها ما يقرب من حوالي 35 فرد. يعني اذا البير ديت بتخدم كام؟ 105 حوالي 105 فرد. طبعا بير واحده ما تكفيش طبعا. فمحتاجين لكل حوشة مثلا بيرين ثلاثة أربعة عشان يقدروا بفضل الله عز وجل إن هم يحفظوا غيث ربنا ونعمة ربنا سبحانه وتعالى. في سؤال بيقول أيوة. في ذهني بقاله شوية قول. بس هو سؤال من الصنف العبيط سامحني في اللفظ والله العظيم حاولت أطرده من ذهني قلت إيه أحيده أرحله لأن أنا يعني قد يكون في شيء من المنطقية في السؤال ولكن أنا بصنفه سؤال عبيط الحقيقة. بس معلش مفيش حد غريب يعني خلينا أسأل السؤال. طب أنتوا ليه بدل ما بيتعمل مثلا بير وعمليات حفر واللي أنا فاهمه إن عملية الحفر دي بتاخد لها أسبوع 10 أيام أسبوعين بالميت طبعا وفيها مشقة وفيها كذا أيوه. وفي نفس الوقت بنعتمد في نهاية المطاف على إن المية دي بتتفلتر لما بتنزل مختلطة بالرملة فبنستنى لما الرملة تترسب تحتم من 50 متر مثلا الساعه التخزينيه بتاعه البير تمام. ما تتعملش بشكل ما وكان في خزان مفتوح من فوق يبقى كونتينر ياخد المطر على طول حتى من غير فلتره ولا ما فيش كده يبقى تحت الارض يعني ابتديت تدرك مدى عباطه لا لا لا, لا يبقى تحت الارض يعني لا يبقى فوق الارض عادي هيتمل ازاي عارف مع الفرق ماشي. مع الفرق يعني ايوه فده جزء العبيط في السؤال بس مع الفرق استحملني كان الدنيا بتمطر فانت بتطلع ايدك بره الشباك وماسك حله انت فاهم قصدي ايه أيوة بس أيوة الفرق الوحيد أيوة ان الحله دي لا أيوة حله واخد بالك ال 50 متر دول اللي تحت الارض ما يبقوش ليه فوق الارض في صوره خزان ماء او كونتينر ماء بيتلقى أيوة قطرات المطر بشكل مباشر من غير حتى ما نحتاج نفلتر لا بص بقى الجمال كله والعظمه كلها ايه بقى ان ده هتفتحه من فوق لازم تفتح البتاع ده من فوق عشان يستقبل ده وتفضل ايه ما يعني كاتمه كده ومخليه والكلام ده أيوة. طب دلوقتي انا دلوقتي عينت ده طب ده هيكفيني قد ايه ده كده بالساعه بتاعته دي هيكفيني قد ايه المده اللي هيكفيها لك وهو في صوره بير ما فيش ادنى مشكله الدنيا زي الفل بس دوت كده بطبيعته اللي فوق دي اللي هي فوق الارض بطبيعته بقى وبالعوامل اللي هي الصيف وده 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 المايه ممكن تتبخر المايه يحصل لها تغيرات من الشمس. انتوا بالمناسبه الابار دي بتتبطن صح طبعا امال ايه تتبطن من جوه بتعمل لها حاجه اسمها تخريز يعني للبير من جوه يتخرز من جوه يعني يتعمل باسمنتس واسمنت سويتر اللي هو ضد الميه الحيطان بيحصل يعني لها يعني ما يغيرش من طبيعه الميه لا لا خالص لا لا خالص ما بقول لحضرتك اسمه بيتخرز يعني بيتعمل حاجه زي حاجه معالجه يعني للاسمنت الله ينور على حضرتك على فكره دي مش ارض رمليه دي ارض ايه صخريه يعني اذا الرمليه تشرب الميه لو هي رمليه تشرب الميه انما دي ارض صخريه وده بقى غيث ربنا سبحانه وتعالى اللي بعته لاهلنا الطيبين في مطروح والجمال كله والعظمه كلها يا استاذ كريم لما تلم غيث ربنا سبحانه وتعالى لما رجعنا من الفصل انا وحضرتك اول كلمه حضرتك قلتها ايه عوده ايه عوده من جديد نور وايه من جديد من ايه لطاقه نور عوده من ايه من جديد من جديد طب ليه انا كمان ما اعملش عوده من جديد لحياتي هو كمان اهالينا في مطروح كل واحد بيقول فيهم ايه بقى عوده من جديد لحياتي طبعا. خلاص انا كده بقى ايه ما هي الميه بالنسبه لهم حياه حبيبي هستمتع بايه طبعا. هستمتع بحياتي بقى واستمتع بالميه واقعد في وسط اولادي
وما اخرجش هنا ولا هنا ولا هنا ولا ابحث هنا ولا ابحث هنا ولا ابحث هنا ولا ادور هنا ولا ادور هنا لا خلاص الحمد لله رب العالمين مجرد وجود البير التجميعيه لمياه الامطار لا 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 ايه العظمه دي والجمال كله اتفضل برده من الحاجات اللي سرحت فيها شويه وانا بتفرج على التقرير في لقطات معينه كان متاخده الباشمهندس امجد وهو بيتكلم قدام البير وشايفين على مرمى البصر قريب منه ثلاث احواش او أيوة. بيقول ثلاث بيسموه حوش هناك حوش الثلاث احواش دول كانوا وراه ومش بعيد على مرمى البصر بس في اللحظه اللي هو بيقول فيها اللي كان بيقوله في التقرير والدنيا مغيمه والبيوت يعني في الخلفيه قلت يعني كنت بفكر كده يعني قلت يعني لما المسافه دي انا سرحت قلت الناس دي عشان تطلع تملى في عز الشتاء والشتاء هناك ما احكيش لحضراتكم عليه عامل ازاي والهواء والريح اللي هناك عاملين ازاي والمشقه بالتالي اللي هيضطروا يعني يخوضوا فيها عشان يطلعوا لغايه البير وياخدوه ده البير ده اللي هو امله ده لو ما كانش فيه البير ده كان هيمشوا بالخمسة كيلو مثلا طبعا عشان يروحوا فاجواء قاسيه جدا صيف شتاء ايوه حتى كمان يا استاذ كريم يعني في فيهم اللي بيروح في مكان هناك اسمه مكثفات المكثفات ديت اللي بتطلع ميه من تحت الارض وهكذا ويحصل لها معالجه وكده هو بيروح يحجز دور وبيشتري الميه من هناك كمان بالفلوس طبعا يا اما في حد فيهم بيمشي ما يقرب من حوالي 7 كيلو يوميا علشان يجيب ميه من المجلس هناك المجلس هناك والله 7 كيلو ياخدهم مشي كده او على الكروزه زي ما هنقول كده اللي هي العربيه الكرو ما عندوش كروزه على 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 كتفه بقى وراجع شايل وايه كمان يا استاذ كريم طبعا انا نفسي كنت بقول والله ده قيمه ما يوصل يكون شربهم طبعا يعني بيبقى حارم نفسه وماشي ومجهود وبعدين يعني ده ما بيعرفش ينام بالليل زينا خالص ده بينام بالليل بيحلم الله ينور على حضرتك بيحلم طبعا بشويه الميه اللي هيملوا البير او شويه الميه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه بالفلوس عشان يروح يشتريهم طب في حد فيهم بيتفق مع تنكات اللي هي العربيه اللي هي فيها التانك دي يعيدوا ملء الابار تروح تملى لهم او تملى لهم البيوت تملى لهم الميه في الجراكن هناك في البيوت حلو الكلام طب حلو انا دلوقتي رحت النهارده ومعتمدهم شغالين ايه شغل شويه التين شويه الغنم شويه الزيتون هو ده اللي بيخرج يشتغل بيه طب انا دلوقتي هخرج اشتغل بقد ايه واجيب اكل لاولادي بقد ايه واعمل بقد ايه طب الكونتينر هناك اللي هو التانك ده اللي هو بتاع الميه ده بيملى لهم مثلا في اليوم ب 50 جنيه طب هو بيكسب كام 50 جنيه في اليوم يعني هو هناك الانسان البدوي ده الجميل ده يعني طب اقول لك انا سؤال اغرب يعني حد احنا عرضنا عليه هناك فبنقول له بقول لك ايه ما تريح دماغك وتسيب المكان وتيجي تعيش معنا فين في القاهره قال لي ابدا مين ده طبعًا. والله ابدا زي السمك ما يطلعش الله ينور على حضرتك طبعًا. انا نشات هنا وعشت هنا وسط اهلي واجدادي وابائي وسط ناسي ما ينفع قال لي ما ينفع صحيح. ما ينفع اجي القاهره قلت له طب يا ليه يعني قال لي العيشه هناك غير العيشه هنا لا ما يقدروش العيشه هناك غير العيشه هنا القاهري ما يقدرش يعيش عيشه الله ينور على حضرتك عيشه القاهره طيب خلينا نتعرف برضو على تعالوا نقول نماذج جديده من اهالينا اللي عايشين هناك ونركز كده في التفاصيل عشان ندرك لاي درجه الناس دول فعلا يستحقوا ان احنا نحفر لهم ابار لتجميع مياه الامطار تابعوا معايا اتفضل المعنى بتاع ان عمل الخير دايما بيظهر احلى ما فينا من رضا وقناعة وحب الخير لكل الناس لكن دايما بتلاقي في ناس بتديك معاني عظيمة جدا في قلب عمل الخير البير اللي قدامنا ده مكتوب أهالي مدينة المحمودية اللي احنا متأكدين منه ان مش كل أهالي مدينة المحمودية الكبار والصغيرين يعني كلهم اشتركوا في العمل ده لكن اكيد في واحد او اتنين او مجموعة بسيطة جدا ولكن عندهم حب ان هم يشركوا الغير معهم في الخير هو المعنى ده الحقيقي اللي بيخلي الواحد من كل قلبه يدعي لأصحاب البير ده ويقول يا رب يبارك فيكم على التعاون ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون أعظم من إن أنت تتعاون عشان تقضي حاجة الناس ده أنت تشرك غيرك في الخير اللي أنت ما تعرفش عنهم حاجة خالص وده قمة السماء الروحي وقمة الرضا والقناعة عشان كده بتحب تشكر ربنا بأنك أنت تشرك غيرك في الخير
وفي مسيرة الخير وفي مسيرة العطاء اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة هنا في صحراء براني، بنستلم دفعة جديدة من الأبار، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذه البئر، بئر صدقة جارية على روح المرحوم في الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الحي الفقي. بنقول له صدقتك وهديتك وصلت إلى أهلها هنا، وبنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييك حياة أبدية في نعيم مقيم، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتك، وأن يجعله شافعا وشاهدا لك يوم لقاء الله رب العالمين. جينا عند العمل الصالح اللي قدمته الحاجة نفيسة، وبنقول لها ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا يا حاجة نفيسة، عملك وصل وهديتك وصلت، وربنا يجعله في ميزان حسناتك انت وكل اللي جمعتيهم معاك في الاجر واللي اسماهم على البير وذريتك واحفادك يا رب العالمين، وكمان المرحوم السيد مصطفى ربنا يا رب ينور قبره ويجعل هذا العمل في موازين حسناتك وحسناته وحسنات كل اللي جمعتيهم معاك في الاجر ده يا رب العالمين. هي الباقيه كما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء ليس له من ماله إلا ثلاث: أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. فهذه الصدقة هي الباقية، هي التي تبقى للعبد يوم القيامة. وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في استلامنا للأبار بنستلم بئر المهندس حسيب حسن صالح والمهندسة مجدة وهبي محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، وأن يوسع عليهم كما وسعوا على هؤلاء، وأن يخلف عليهم بخير مما أنفقوا يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنا عارف أن كل طلعاية بتطلعوها لي سيدي براني بيبقى معناها افتتاح 50-60 إن ما كانش 70-80 بير. الحمد لله. والكلام ده حاصل بقاله فترة، يعني بسم الله ما شاء الله، واللي أنا عارفه أن أنتوا يعني وصلتوا لأرقام كبيرة في الأبار اللي اتحفرت. الحمد لله أكتر من 1000 بير. اللهم صل على اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ومع هذا هناك الحاجة لحفر المزيد منها. طبعا طبعا، لأن إحنا بنشتغلش في مكان واحد مع مؤسسة نبض الحياة. إحنا بنشتغلش مثلا في سيدي براني بس. لا، احنا بنشتغل في سيدي براني، في النجيله، في المثاني، في السلوم، لحد ما بنوصل لحد هضبه ليبيا وحدود ليبيا. ده كل ده يا استاذ كريم يعني تجمعات سكانيه، وكل يوم الناس بتزيد، كل يوم الاطفال بتزيد والاطفال بتكبر ويبقوا شباب ويتجوزوا وهكذا. فالحاجه كمان لكتر الابار للتجميعيه لمياه الامطار بتزيد برضو. كنت عليك سالت من شويه السؤال اللي هو بتاع ليه انا ما اجيبش مثلا اللي هو السؤال بتاع اجيب خزان اللي هو احطه فوق كده وبتاع والكلام. طبعا مش قادر تنسالي السؤال ده. يا ريتني ما سالت. لا لا ده جميل. لا ده جميل والله. الله يعزك، ربنا يخليك. طيب قلت لي احطه كده تحت السيول ومثلا ربنا سبحانه وتعالى يملاه لي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اولا صاحب الحوشه ديت انا قلت لحضرتك يعني هو ما يقدرش على ثمنه اولا. تاني حاجة ده ممكن يتآكل. تالت حاجة ده هيملاه، هيقعد لحد قد ايه؟ هيقضيه قد ايه؟ طب وبعد كده؟ ما هيتآكل و طب هل مثلا السماء بتنزل من خرطوم عشان يملى ده؟ لا ابدا. في مفيش مكان معين. احنا عشان كده المشمهندس امجد مرجان في التقرير اللي قبل ده قال لحضرتك ان احنا بنحفر البير التجميعية لمياه الامطار في اكتر نقطة منخفضة في المكان. ليه؟ عشان نجمع الغيز كله. عشان الغاز ده كله يتجمع في قلب البير التجميعي. لو على ذكر ان الكونتينر ده ايا كان نوعه غالبا هيتاكل، لان كمان طبيعه الجو هناك الله ينور على حضرتك لا تسطح للفكر ده. وهم عندهم هناك كمان. طب ده دلوقتي يعني البير التجميعي لماء الامطار بالنسبه لهم هو الحياه، وهم اتعودوا على كده وعلى الشكل الجميل ده والشكل العظيم ده. وقال لك طب دلوقتي انا هستخدمه لمده قد ايه؟ هقول لحضرتك اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه ده يقعد معاك قد ايه؟ البير اللي بتجمع على البتاع اللي هو البلاستيك ده يقعد معاك قد ايه؟ انا تخيلت كبيره مثلا كبيره. لا انا قصدي اقول لك تخيلت انه نظر ان هيكون سعته نفس سعه البير التخزينيه. هات لي مثلا سعه حاجه كده 100 متر مكعب من الميه. 100 متر مكعب هيبقى قد ايه؟ ويتحط فين؟ وفين المكان اللي هيحطه فيه؟ وهيقعد قد ايه؟ فتره من الزمن قد ايه؟ البير التجميعي لمياه الامطار بفضل الله عز وجل بتقعد اكتر من 100 سنه يا استاذ كريم. يعني واستاذ المشاهدين يا جماعه ده في ابار تجميعيه لمياه الامطار من ايام الرومان. أيوة موجوده لحد النهارده. ساعه البير الواحده ساعتها 1000 لتر مكعب.
طالما كده من المي. يبقى نطلع فاصل واحنا مطمنين. الحمد لله رب العالمين. ونرجع نكمل مع حضراتكم الكلام. خليكم معنا. أنا يبقى أفكر حضراتكم بأن لمؤسسة نبض الحياة أربع عناوين مختلفة هتظهر خلال لحظات قدام كل حضراتكم على الشاشة، عنوان منهم في منطقة الدقي للمقر الرئيس للمؤسسة، وثلاث عناوين في ثلاث أماكن مختلفة، اسكندرية وطنطا والمنصورة. طيب آدي حاجة. الحاجة الثانية بقى عايزين نفتح دلوقتي مع حضراتكم، وطبعا بحضور الدكتور مصطفى العكريشي الداعية الإسلامي والمستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة ومصدر السعادة والبهجة دايما في برنامجنا. طيب طالما موجود معانا فمشكورا، هيعرفنا تفاصيل هذه الحملة، وهي واحدة من أهم الحملات والمبادرات اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. يكفي إن شاء الله كما هو مخطط لها بإذن الرحمن في مرحلة من المراحل ممكن جدا نجاح المبادرة دي ينتج عنه استغناء عن مش استغناء بس على الأقل ما يكونش فيه اعتماد كلي وكامل على فكرة التبرعات. واحنا دايما بنقول ان في ناس ممكن تتبرع النهاردة يا بكرة يا عالم بكرة هيبقى وضعهم عامل ازاي، معاهم يتبرعوا ولا لا، قادرين يتبرعوا ولا لا. من هنا بقى حضرات بتبرز أهمية هذه المبادرة وقف النخيل. تابعوا معنا. ومن محافظة لمحافظة ومن مكان لمكان، لأن نبض الحياة عاملة زي النحل وخلية نحل متكاملة، زي ما سيدنا الدكتور أحمد دسوق بيقول إحنا خلية نحل متكاملة بنلف على كل مكان، بنجمع الرحيق ونخرجه العسل الجميل ده. ودلوقتي منين؟ من كفر الشيخ. مين بقى؟ السيد علي غازي البراسي. يا ألف مرحب. أول مرة تتبرع مع مؤسسة نبض الحياة؟ أول مرة. أيوه. طب آخر مرة؟ لا ان شاء الله. ليه؟ انا شايف مشروع خير وعمل فعلي وعمل فيه يعني جديه 10 على 10. يعني نبض الحياه وعدت وفت ان شاء الله. وعدنا وفينا ان شاء الله. طيب تقول ايه بقى للي لسه ما تبرعش؟ اقول له حاول تساهم في اعمار الصحراء دهيت وداخل يستفيد به اجيال الاجيال. تمام. وربنا يجاور العاملين على المشروع. طب زرع النخله دي لمين؟ ديت لمرات اخويا. لمرات اخوك؟ وديت لامي. الله يديك الصحه والعافيه. الحاجه موجوده؟ لا الله يرحمها. ندعي لها بقى. الله يرحمها. ادعي لها وفرحها بقى. انا عايزك تدعي وتقول لها اهو ياما انا عملت لك حاجه لوجه الله. الله يرحمها ويسامحها ويعرف مدى حسناتها. البحيره اللي كلها خير وسعاده وسرور النهارده بيشاركوا معانا مش لاول مره، لا ده يمكن خامس حد قبله النهارده من البحيره ويقول لي النهارده انا جاي وكل سعاده وسرور. ومنين بقى؟ من دمنهور. تعال ما تشوف كده. انا عامل اربعه. اربع نخلات؟ النهارده. وانا نزعتهم بنفسي. زرعت بنفسي؟ بنفسي. تمام. عشان اخد صبغه كامل. لمين؟ ليا. ايوه. ولبنتي. تمام. وابني بره. ايوه. ومراتي الله يرحمها. وامها وابوها، يعني حماية وحماتي. الله اكبر. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا الوفاء وشفتوا الدعوات اللي طالعه من القلب؟ هو ده الوفاء الحقيقي يا جماعه، ان انت تكون وفي لناس ما بتربطش بينك وبينهم علاقه مباشره، لا ده هو عشان خاطر حماه وحماته وعشان خاطر زوجته كانت كويسه جدا معاه، فقال لك لازم انا افرحها وبرها في ابوها وامها. طب من ساعه كده ما نويت وقلت يا رب بسم الله الرحمن الرحيم كده انا نتويت الفلوس دهيت عشان اعمل بها وقف نخيل مع مؤسسة نبض الحياه، هل حصل علامه كده ولا حاجه جات لك في المنام او اي علامه بينت لك ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل؟ رضا ولا كاني دفعت حاجه. الرضا ولا كاني دفعت حاجه. قسما بالله اربع دخلات ولا كاني دفعت حاجه. انا اسمي احمد سعد دياب خاطر من قريه ابيار مركز كفر الزاد غربيه. طبعا انا ما كنتش اعرف او اسمع عن مؤسسه نبض الحياه غير من خلال طبعا التلفزيون، وطبعا والدتي كانت متابعه القناه دي على طول ومتابعه المؤسسه بقى لها فتره، لكن اتصابت بمرض يعني مرض في الاعصاب اسمه ضمور العضلات،
فطبعا بقى فتره تعبانه وكده، فقررت ان هي بينها وبين نفسها طبعا عشان ان هي تتبرع بنخله وكده، يعني لما شافت المؤسسه لانها كانت بتشوفها كتير على التلفزيون وكده، فقررت ان هي تتبرع بنخله لعل ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه لا ربنا قال ده ومرضاكم بالصدقه. هو ده البر يا جماعه لمؤسسه نبض الحياه، بتحاول انها تغرسه كل يوم في مكان مختلف في كل المحافظات في جميع انحاء الجمهوريه. البر، البر بالام، واحسن بر انك تعمل لامك قربان لله سبحانه وتعالى، انه يشفيها لو كانت مريضه، وانه يرحمها لو انتقلت الى نعيم الله سبحانه وتعالى. دايما بنشوف صور مختلفه للبر وللمحبه وللوفاء. أيوة. حاجات جميله، ودايما بقول ان ورا كل نخله قصه، ده حكايات الحقيقه. والله مشروع وقف النخيل الخيري اللي اطلقته مؤسسه نبض الحياه يعني في اواخر 2020، الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى الهمنا بالفكره الحلوه ديت علشان خاطر نزود عدد المتبرعين معانا، وكمان نزود عدد الصدقات طبعا لاخواتنا المحتاجين طبعا، وكمان نزود عدد الحسنات عند ربنا سبحانه وتعالى لكل منفق. صحيح، ده غير فكر ويعني ومبدا الاستثمار الخيري طبعا، والتنميه المستدامه. عظيم. التنميه المستدامه وفكره الصدقه الجاريه اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها. انا بس لفت نظري في التقرير، يعني انا كل مره اسمع التقارير احس ان فيها حاجات لا كان لازم اركز معاها شويه. اول حد انا سالته في التقرير بقول له انت عامل النخله دي لمين؟ قال لي ايه؟ لامي. فقلت له في اخر الكلام كده بقول له ايه؟ بقول له طب ادعي لها. فراح وهو بيدعي لها ما بصليش، ده بص للنخله اللي هو غرسها بايده. الله. والله راح لو شفناها في التقرير تلاقيها عامل كده، وراح باصص للنخله وقال الله يرحمها الله يغفر لها. يا سلام. في وكانه شايف مين؟ شايف والدته الله يرحمها قدامه، وهي فرحانه وهي مبسوطه بالعمل الصالح الجميل ده. النخله دي بتمثل اول طريق الرحمه والمغفره. أيوة والله. اللي هو بي ده كانه شايف والدته قدامه. شوف الجمال والعظمه. وقلبه اتحرك. التاني وانا بساله بقول له ها عامل، قال لي عامل اربع نخلات له ولبنته ولابنه اللي قاعد في الخارج ولزوجته والحماه وحماته. ايوه حماه وحماته. والله حاجات غريبه طبعا. يعني حاجه غريبه في الزمن ده. ايوه طبعا غريبه في طبعا الزمن ده طبعا. بس ده بقى معنى الوفاء طبعا. معنى الفضل طبعا. فلا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل. اهل الفضل هم اللي دايما اللي بيعترفوا بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليهم. انا بس يا استاذ كريم معلش، والابن الصالح الجميل البار اللي عمل لوالدته ربنا يشفيها يا رب ويعافيها. تمام. انا بس عايز يعني قبل ما ادخل في التفاصيل ادعي يا رب اللهم بحق ذاتك العلى، يا رب بحق اسمائك الحسنى، يا رب ان تشفي عبدك محمد جلال. اللهم اشف عبدك محمد جلال. اللهم اشف عبدك محمد جلال. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. الراجل ده يا جماعه ما شاء الله، الله يشفيه ويعافيه يا رب. بالله عليكم تدعوا له في السجود. امين. بالله عليكم تدعوا له في السجود وفي جوف الليل الاخير، وبالله عليكم تدعوا له كمان بين الاذان والاقامه في اوقات استجابه الدعاء، والمطر نازل تدعوا للحق للاستاذ محمد جلال. بالله عليكم ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. اللهم امين. ربنا يكرمك. من الناس الطيبين يا جماعه اللي استجابوا دلوقتي حالا لموضوع ابار مطروح، والحمد لله رب العالمين. يعني في عز مرضه ده لا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ربنا سبحانه وتعالى اثناء مرضه، وقال انا معكم في ابار مطروح. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويجعل هذا العمل شهيدا له لا علي. اللهم امين يا رب العالمين. من بعض الناس دي برضو يا استاذ كريم الوفاء انا مش عايزه يقف، والفضل مش عاوزه يقف عند والدي ولا عند والدتي ولا عند ابني ولا عند بنتي ولا عند نفسي. ليه ما نعرفش الفضل لاستاذ من اساتذتي واعمل له نخله؟ استاذ من اساتذتي الاستاذ عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز ربنا يبارك فيه يا رب، المدير التنفيذي للمؤسسه. ايوه اخويا وحبيبي، بكلمه والله امبارح بيسال بيقول لي انا عاوز اشتري بلح بره. بقول له ليه؟ قال لي استاذ من اساتذتي محتاجه ضروري ونفسه فيه. الله طب بيحود على وادي النطرون. بيحود على وادي النطرون. وادي النطرون فيها بارح. حيث العشر. وعاوز مجدول. اه. وعاوز مجدول. اه وعايز مجدول. اه عايز مجدول. واحنا لسه عندنا المزرعه اللي معروضه على الشاشه دلوقتي، يعني ان شاء الله هتبشر اهي باذن الله. اللهم لك الحمد والشكر. فقلت له بقول لك ايه؟ قال لي قلت له طب يعني ولازم مجدول دلوقتي؟ ودور وعمال يدور على اكره. قال له ليه ده كله؟ قال لي ما انساش فضله ابدا عليا. شوف الجمال. يا سلام. ما انساش ابدا فضله عليا.
قلت له ليه يعني؟ ايه اللي كان بيعمله؟ قال لي ما سابنيش في الجامعه اثناء الجامعه ما سابنيش يوم. كان دايما بيسال عليا. قلت له ايه يا عم؟ ايه يا جدعان؟ وكل يوم الواحد يكتشف ان هو قليل قوي كده؟ ان انا كل يوم والله بتعلم حاجه جديده جدا من الحياه اللي احنا بنعيشها. وفي الاستاذه صاحب بيذكر فضل استاذه عليه. حاجه عظيمه. ناس معانا بسم الله ما شاء الله، يعني انا اقول بس الاسم الاولاني الاستاذه كاميليا. ربنا يبارك فيها. بتقول انا اعمل نخله لعمتي اللي وقفت معانا معنويا. لا اديتهم فلوس ولا عملت اي حاجه، مجرد بس انها وقفت معاهم معنويا. نحمد ربنا. ايه يا جماعه الفضل وال... والله العظيم. احنا وصلنا لزمن بقت الناس بتعض في الايد اللي بتتمتع. أيوة والله. تنكر فضل حتى اهلها. ايوه والله. الله يرضى على حضرتك. الاساتذه يعني. لا شوف الجمال بقى والعظمه كلها انها بتذكر فضل ربنا سبحانه وتعالى عليها، ان ربنا سخر لها فلان وقف جنبها في يوم، فقالت لك لا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الناس الصالحه الجميله جدا الطيبين، واحد لقيته بيقول لي ايه؟ انا عايز تكتب اسم شيخي اللي حفظنا القران. يا سلام يا سلام. خلاص بقى اقسم بالله يا جدعان ما تصغروناش اكتر من كده، اقسم بالله ما تضغطوش عليا اكتر. والله العظيم يا كريم، والله بجد. في يا جماعه ايه الوفاء وايه العظمه دي كلها؟ والله بيغرسوا جواك. لا اعرف فضل غيرك عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه، ستنا خديجه رضي الله عنها كان بيحبها جدا، ام المؤمنين طبعا. كان وافي ليها كمان وصاحب فضل بعد ما انتقلت الى جوار الله عز وجل. شوف كان يقول ايه؟ اللهم هاله، اللهم هاله. هاله ديت اللي هي اخت السيده خديجه، وكانت نفس الصوت بتاعها، فكان يدعي ربنا انها تيجي، واول ما تيجي يقوم لها صلى الله عليه وسلم ويذبح لها ويكرمها ويكرم صاحبات خديجه. اصحاب الفضل يا جماعه علينا طبعا. لوالدك، لوالدتك، لاخوك، لاختك، لاستاذك، لشيخك، لحد كان صاحب فضل عليك، لواحد كان سبب انك تشتغل في شغلانه دي معينه. دي عايزين نعملها حلقه لوحدها ان شاء الله. يا ريت والله. الامتنان لاصحاب الفضل. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتني كالعاده. ويا رب الحلقه ديت ان شاء الله باذن الله بعدها نهر من خير يفور لاهلنا في مطروح يا رب ان شاء الله. كان واحد احد الصالحين امبارح بيدعي، والله معلش انا هطول حضرتك سنه، بيدعي والله بيقول يا رب 100 بير الاسبوع ده لاهلنا في مطروح. اللهم انا قلت له انا وسيدنا الشيخ رضا، قلت له متضيق واسع ليه؟ ان شاء الله 1000 بير. اللهم يا رب. اللهم الف بير يا رب. بشكرك على وجودك معانا.